وردنا بلاغ من أحد الدول الأجنبية من وكالة مكافحة الجرائم المنظمة بلغت الخطورة لوجود شخص في مملكة البحرين يقوم بتهديد وابتزاز الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ألو محمد، في قضية ابتزاز، تعال اجتماع قبل نص ساعة في مكتبي. حيث يقوم هذا الشخص تصوير الأشخاص وضعيات مخلب الآداب العامة، تهديدهم وابتزازهم. على ضوءها فقد تم تشكيل فريق عمل لرصد هذه الحسابات تعقب أصحابها. بعد عمليات الرصد والمتابعة تبين لنا وجود شخص يشتبه فيه. بعد عمليات البحث والتحري تبين أن الشخص المجهول يستخدم 34 حساب فيسبوك و12 هاتف نقال وجهاز بلاك بيري واحد. بعدها تم استصدار أمر ضبط وإحضار حقه من النيابة العامة وتم التوجه للقبض عليه. بعد القبض عليه سماع أقواله تبين لنا وجود مجموعة من الأشخاص يعاونونه في هذه الجريمة، وهم عصابة من 4 أشخاص كل شخص منهم له دور معين، حيث يقوم المتهم الأول بمحادثة الضحية ثم تصويره في وضعية مخلة بالآداب العامة وإرسال الفيديو لأحد المتهمين الآخرين، وبدوره يقوم المتهم الآخر بتهديد وابتزاز الضحية. يدعي الشخص المجهول بأنه فتاة مراهقة ويطلب من الضحايا ممارسة أفعال جنسية معه عبر الإنترنت. بعد ضبط جميع العناصر تم حالتهم للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. انحكمت 10 سنوات وجيت في مكان مؤلم. هالمكان علمني في الغلط اللي أنا سويته.